مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي من غزه للخليل. في هذا الاسبوع مشاهدينا الكرام، لا يمكن ان نمر مرور الكرام على ما حدث. انه يوم اسود في تاريخ النظام العربي الرسمي، وايضا هي طعنه غادره في سنوات الكفاح والنضال الفلسطيني من اجل حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال. نتحدث عن اتفاقات التطبيع والهرولة صوب الاحتلال، ونتحدث أيضا عن مآل هذا التطبيع الذي يخدم هدف واحد، استكمال ما يسمى بصفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية. محاور عدة في حلقة اليوم سأناقشها مع ضيفي الكريم الدكتور عماد الأغا، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح، وتساؤلات عدة ستطرح، وإن كان في أبرزها ما هو اللازم، الخطوات اللازمة في ظل هرولة المزيد من الأنظمة العربية للتطبيع، وأيضا استمرار غطرسة الاحتلال. أهلا بكم وأهلا بضيف الكريم. أهلا وسهلا. يعني نتحدث أولا في ظل ما يجري، نبدأ أولا بالرئاسة والتي ردت على ما حدث في البيت الأبيض من رعاية لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وأشارت أنها أولاً ليس هكذا يتم تحقيق السلام كما يدعي الاحتلال، وأيضاً الحديث عن الرعاية الأمريكية للاتفاقيات، وأيضاً لم تفوض أحد لا باسم الشعب الفلسطيني ولا نيابة عن منظمة التحرير. هو أولاً ليس رعاية أمريكية، هو عداء من الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأس ترامب وإدارته هو يمارس العداء تجاه الشعب الفلسطيني. الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية الشر والجبروت، كانت في الماضي تنحاز انحيازا تاما للاحتلال، ولكنها الآن هي تقول أنها في غانة العداء لشعبنا الفلسطيني ولأهدافه وتطلعاته. ما حدث من الولايات المتحدة الأمريكية هو يدخل كما قلنا في خانة العداء، ويدخل أيضا في لعبة الانتخابات الأمريكية. صحيح. أي أن هذا الرئيس الأرعن هو يريد على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب بعض الصغار الهابطين في المنطقة أن يحقق لذاته ما يريد. نحن نقول بشكل واضح كما قال السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، ومنذ أن أعلن ترامب في عام 2017 في 6/12 حينما قال بأنه سينقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، فكان لدينا موقفا واضحا من القيادة ومن كل القوى الفلسطينية بأننا نرفض قرار ترامب. بعد ذلك أتت صفقة القرن وبدأ التطبيق لها وبدأ الحديث عنها، فأعلننا بشكل واضح وجلي كما أعلن حينما أعلنت القيادة الفلسطينية وانضم إليها كل الشعب الفلسطيني بكل فئاته ليرفض هذه الصفقة. بالتأكيد أن ما جرى ويجري على المسرح الآن هو محاولة لاغتيال الشرعية الدولية واغتيال القانون الدولي، ولكن نحن نقول كفلسطينيين بأن هذا الموقف الصلب والتحدي للولايات المتحدة الأمريكية أيضا هو يحظى بقبول وإجماع من كافة دول العالم. هذا هو الموقف الفلسطيني بالفعل، وهذا ما جرى هناك هو تزوير لحقائق التاريخ، هو أيضا محاولة لضرب السلام العالمي بشكل كامل من خلال هذا الرئيس، فلنقل كلاهما سيخدم المأفور. الآخر بالفعل. نعم. يعني نتنياهو يعني ينظر إلى مآل الانتخابات القادمة، وهو يساند أيضا الانتخابات القادمة الأمريكية، وكلهما يحاول أن يستفيد مما يحدث الآن ويصب في خيارات رفع الأصوات أكثر، سواء كان لترامب أو نتنياهو. نبقى لكن أيضا من جديد مع الرئاسة الفلسطينية، وإن كان تحديدا من المهم أن نتحدث عن الخطابين اللذين وصفا غاية في الأهمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحديدا خلال الأسبوع القادم سيكون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. مهم جدا الحديث حول توقيت كلا الخطابين وما سيصل للعالم من مضمون لكلا الخطابين.
الخطابين سيكون خطاب في مطلع الأسبوع والخطاب الآخر في نهاية الأسبوع. سيتحدث الرئيس أبو مازن بالتأكيد ليؤكد مرة أخرى من أمام هذا المنبر الدولي على موقفنا كفلسطينيين، ويؤكد على تمسكنا الثابت بحقوقنا ورفضنا لأي انتقاص منها. سيؤكد أمام الشرعية الدولية على أننا جزء من هذه المنظومة الدولية، وأننا ضد ما يجري من بلطجة للاحتلال وللولايات المتحدة الأمريكية. بالتأكيد أن الخطابين هامين، لأن هذا المنبر هو المنبر الأهم على مستوى العالم، وسيكون هناك أيضا تبعات لهذه الخطابات وللقاءات التي سيجريها الرئيس من هناك في الأمم المتحدة. نبدأ الآن بالنقطة الغاية في الأهمية والتي تزامنت مع الحديث عن تنفيذ اتفاقيات التطبيع، وأيضا الحديث عن وجود المزيد من الدول. يعني هناك تلميح أنه قد يكون في القادم القريب المزيد من الدول العربية التي ستنضم للمزيد من اتفاقيات التطبيع. في ظل الحديث أننا نرفض هذا التطبيع بالكامل، بدأ العمل فعليا على أرض الواقع للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، بدأ ذلك بإصدار البيان الأول، ويتبع ذلك المزيد بالتأكيد دكتور عماد. نعم، بالتأكيد أنه هذه القرارات التي جاءت في البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية هي أتت تنفيذا لقرار واجتماع الأمناء العمون الذي ترأسه الرئيس أبو مازن. إذن هي تعبر عن الوحدة الفلسطينية، وعن رؤية كافة الأمناء العمون، وعن رؤية أيضا بعض الشخصيات المستقلة الوازنة في المجتمع الفلسطيني. هذه القيادة الوطنية الموحدة هي تقول بأننا نبدأ الآن اللقاء للجميع على أرض المعركة في مواجهة الاحتلال. هي تقول، ترسل رسالة واحدة بأن هناك قيادة واحدة لهذا الفعل المقاوم للاحتلال. نقول بأنه هذه البداية كانت بالأمس حينما أو أول أمس حينما تجسدت في كل محافظات الوطن، وكان هناك التزام كبير من أبناء شعبنا الفلسطيني، وربما لم تكن الأعداد غفيرة لأن هناك جائحة كورونا، وبالتالي ولكن كان التعبير الأهم والأكبر أنها كانت في كل محافظات الوطن، كما كانت في الشتات أيضا، وكانت أيضا أمام سفارات الولايات المتحدة وأمام السفارات الفلسطينية وأمام سفارة الإمارات والبحرين في أوروبا وفي العديد من دول العالم. أي أنها كانت رسالة موحدة، وكان هناك رسالة أيضا قوية، إذ أن أكثر من 50 مؤسسة وجمعية في الولايات المتحدة الأمريكية من الأحرار الأمريكيين، وأيضا من الجاليات المسلمة والعربية والفلسطينية، شاركت بشكل قوي ومكثف لتقول وتوصل هذه النشاطات بجملتها في كل هذه المناطق في الداخل والخارج. هي تقول بشكل واضح أننا نرفض هذا الاتفاق وهذا التطبيع، وأن هذا الاتفاق لا معنى له، وأنه فقط اتفاق ما بين أنظمة هابطة مهترئة هي تحاول أن ترضي سيد البيت الأبيض، هي تحاول أن ترتبط برؤى لإرضاء الرئيس ترامب، ولكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية، ولا يمكن أيضا أن ترضى عنه الجماهير العربية. ومن هنا أيضا فإننا إن كنا نرفض ما يقوم به نظام البحرين والإمارات، فإننا نوجه كل التحية والاحترام لشعب الإمارات وشعب البحرين، والذي صدر من هناك العديد من الأصوات التي تقول رافضة وتستنكر، وأنها تقول بأن كل هذه الشعوب لا يمكن لحكامها أن يلغوا آيات من القرآن الكريم. بالفعل، يعني نبقى في نقطة القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، هو البيان الأول، ولكن بالتأكيد الأيام القادمة تحمل المزيد على أرض الواقع،
والحديث أكثر عن تفعيل المقاومة الشعبية سواء كان في الضفة المحتلة أم في قطاع غزة أيضا. نعم، هناك تفعيل وجرى أيضا العديد من المسيرات أيضا بالأمس. كانت هناك مسيرات بالسيارات المحمولة، كان فيها أبطالنا المحررين من سجون الاحتلال، وكان فيها أيضا من أهالي الشهداء والجرحى وكافة فئات شعبنا وكافة قوى جابت شوارع غزة. وهناك أيضا في الضفة الغربية كان هناك العديد من الفعاليات، وفي الشتات أيضا، وفي الشتات هذا الأمر أيضا مهم ويؤكد على عمق المكان. وبالتالي هناك موقف واحد، ولكن نحن نقول بأن هذا الموقف لهذه المقاومة الشعبية هي بداية، ولكن نقول بأنه نحن ماضون في ذلك لكنس الاحتلال، وأننا نقول بأن هذه الأمور نتركها للتطور الميداني على الأرض، ونقول للاحتلال ولكل من يقترب من شعبنا الفلسطيني وينتقص من حقوقه: العين بالعين والسن بالسن، والبادي أظلم وزاد ظلمكم وبغيكم. هناك نقطة يعني أيضا لا يمكن إلا أن نشير لها، يعني التساؤل الأهم الآن: ماذا بعد موقف جامعة الدول العربية الآن فلسطينيا؟ ما الذي يلزم من خطوات لازمة طالما أن التطبيع يبدو وكأنه في بدايته؟ هناك الحديث الآن عن 5 دول عربية حسب التصريحات الأخيرة قد تنضم للمزيد من اتفاقيات التطبيع، وعلى أرض الواقع الاحتلال لم يتوقف، الغطرسة مستمرة، الاعتداءات والانتهاكات مستمرة، الاستيطان مستمر، وخلاف ذلك من انتهاك المزيد من الحقوق الفلسطينية. بالتأكيد موضوع جامعة الدول العربية هو موضوع مهم، إذ أن تأسيس هذه الجامعة هو أتى بالأساس من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل إعادة الحقوق العربية ليس في فلسطين وحده، وإنما أيضا هناك بعض الانتهاكات بحق الدول العربية. هذه كانت مهمة جامعة الدول العربية. نحن نقول بأنه المشهد في جامعة الدول العربية يجب أن نتصرف فيه بتفكير وبأنا، لأننا لا نريد أن تتحول المعارك هي ما بين العرب والعرب، ولكن نحن نقول بشكل واضح أن جامعة الدول العربية هي خالفت ميثاقها، هي خالفت الإجماع العربي. ما تم ليس شأنا كما تحدث البعض وكما أرادوا وكما قالوا بأن هذا شأنا من السيادة الداخلية، لا، هو هذا هو جزء من المنظومة العربية والأمن العربي المشترك. ماذا يبقى من الأمن العربي المشترك حينما نتحدث عن اتفاقيات عربية وعن التزام عربي بجامعة الدول العربية؟ كنا نقول بأن أيضا حتى الكثير من الإشكالات الأخرى ليس في قضية فلسطين يجب أن تعالجها جامعة الدول العربية وفي إطار الدفاع العربي المشترك. نحن بهذه الخطوة العرب حينما يتم ما تم في الاجتماع الأخير، والاجتماع الأخير نحن نقول بأن المشروع الفلسطيني كان لإدانة التطبيع من أي دولة عربية وتحديدا من الإمارات والبحرين، كان هذا حقا وضمن هذه القوانين. ما جرى ليس هو نصرا لهم ولا خسارة لنا، ولكنه مسمار في زعزعة استقرار هذه المنظمة العربية التي نحن في هذه اللحظات نفكر وبكل عمق أن يكون هناك إجراءات وأن يكون هناك بعض الخطوات، ولكن هي بحاجة لتفكير ملي، لأنه بالتأكيد جامعة الدول العربية هي مؤسسة يجب أن تكون لفلسطين ويجب عليها أن تقوم بدورها، وإلا سنقول نحن كلمتهم. هل نحن الآن بحاجة دكتور عماد فعليا لإنهاء الانقسام وبدء صفحة جديدة من الوحدة الوطنية؟ الآن الوحدة الوطنية قد تكون هي الرد الأمثل سواء على دور الجامعة جامعة الدول العربية، الرد الأمثل على الدول العربية التي ستهرول من جديد نحو التطبيع، والرد الأمثل على اتفاقي التطبيع اللذين حدثا فعليا سواء من قبل الإمارات أو من قبل البحرين. قد يكون الرسالة الحقيقية تنبع من الداخل، من العمق الفلسطيني، ها نحن موحدون، وبذلك قد يكون الامتثال أكثر أو توجيه الرسالة بشكل أقوى. قد يكون الانقسام سبب فيما حدث أو استمرار سنوات الانقسام سبب؟ بالتأكيد. هل ترى ذلك؟ بالتأكيد هو مطلوب أن ينتهي الانقسام، ولكن نحن نقول
بأن ما بدأنا به أو ما حدث من اجتماع للأمناء العمون برئاسة الرئيس أبو مازن وأيضا من البيان الأول للقيادة الموحدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح. نحن قلنا كحركة فتح ومنذ فترة طويلة بأننا نقول بأن التناقض الرئيسي هو تناقض مع الاحتلال وأن باقي الخلافات هي خلافات ثانوية. لذلك نحن لا نتحدث الآن عن مفهوم حل كافة القضايا الموجودة المختلف عليها، ولكن نحن نسير الآن في الاتجاه الصحيح ونقول أننا نراكم، وفي أثناء هذه الفترة أي بعد صدور البيان الأول وبعد اجتماع الأمناء العمون تجري الأحاديث الثنائية والمشتركة مع الكل الفلسطيني للوصول لإنهاء الانقسام. بالتأكيد أننا أيضا للحديث في القضايا الثانوية والخلافات فيها نقول بشكل واضح أننا سننتصر للشعب الفلسطيني للحق الاقتراع الديمقراطي. فنحن أيضا باتجاه قضايانا حلها التناقضات الثانوية ستحل بالانتخابات. بالتأكيد هي بحاجة لوقت ليس بطويل لأنه يجب أن ننتهي وبسرعة. نحن كحركة فتح قلنا ونقول ونؤكد على أننا جاهزون لدفع ثمن المصالحة بشكل كامل، لأننا نرى بأن هذا الثمن هو يدفع لمصلحة الشعب الفلسطيني، لذلك نحن نعتبره أولوية. ولكننا نقول بأنه في هذه اللحظة الأهم هو كيف نتصدى لمخطط الاحتلال وكيف نكون موحدين. نحن قلنا وأعلنا رسالة واضحة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية حركة فتح حينما جاءت ضمن كل الخلافات التي كانت موجودة منذ عام 48 وحتى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، قالت شعارها اللقاء فوق أرض المعركة، ونحن مرة أخرى نقول أيضا اللقاء فوق أرض المعركة، المعركة مع الاحتلال واجتثاثه وكنسه عن أرضنا وتحقيق أهداف شعبنا. لذلك لا يعني ذلك أن النقاش متوقف والحديث، ولكن كما قلنا الطريق هو الطريق الديمقراطي وهو باتجاه الانتخابات. وحركة فتح تقول بشكل واضح بأنها تناقضها الرئيسي والأساسي هو مع الاحتلال ومع إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. الآن نعود لنقطة مهمة جدا، يعني بالعودة إلى اتفاقيات التطبيع الأخيرة، الحديث عن السلام ومن أجل السلام وأن يفترض أن يعم السلام وأن يكون هناك حديث قادم عن السلام، يعني كيف ينظر لهذا السلام من خلال دولتين تطبعان الآن مع الاحتلال على كافة المستويات، وبالمقابل هناك أرض ما زالت محتلة، هناك أسرى ما زالت قضيتهم أولوية، القدس أيضا قضية أولوية، التهام الأراضي والاستيطان قضية أولوية، تحرير الأرض، إنهاء الاحتلال، هناك قضايا ذات أولوية وذات ركيزة وطنية في نضالنا أمام الاحتلال. عن أي سلام حينما يتم الترويج ما بعد هذا التطبيع عن السلام؟ هذه الاتفاقيات لا تجلب سلام، ونحن نقول لكل المطبعين ولكل العالم ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام فلن ينعم به أحد لا في منطقتنا ولا في العالم. فبالتأكيد أنه ما ذهبوا إليه بإدعاءات أن هذا يحقق للسلام، أولا لا يوجد حروب ما بين هذه الدول صحيح. والكيان أو الاحتلال، ولكن ما ذهبوا إليه هو يعتبر طعنة. ما يقوله أيضا البعض بأنه هذه الأنظمة قدمت للشعب الفلسطيني، نحن نقول لهم وبشكل جلي وواضح ما يسرق من الشعب الفلسطيني في كل عام هو يساوي المليارات. نحن تسرق مياهنا من الاحتلال صحيح. نحن تسرق ثرواتنا الطبيعية من الاحتلال، نحن أيضا ندفع كل يوم دم، نحن ندافع عن القدس، نحن ندافع عن اعتقادات وإيمان شعوبنا العربية المسلمة والمسيحية،
نحن ندافع في 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 فلسطين عن ذلك. فعن ماذا يتحدثون؟ الشعب الفلسطيني لو ترك له الخيار وتحرر واستطاع أن يقيم هذه الدولة، كما يعلم الجميع كانت فلسطين هي من أهم الدول ومن أرقى الدول في منطقتنا. لا يجوز لأحد أن يرى بأنه، ولا يمكن أن 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 تبدأ الصحراء في أن تحكم العوامر أو ترى أنها تخطط للعوامر. فلسطين كانت وستبقى هي مهد الديانات وبلد متطور ومتقدم، هو يدفع الثمن في مواجهة هذه الإمبريالية الأمريكية، وهو يواجه منذ أكثر من 100 عام وعد بلفور. وكما أفلت بريطانيا إمبراطورية الشرف حينها التي كان لا يغيب عنها الشمس، ستأفل هذه الإمبراطورية الأمريكية وسيقول الشعب الفلسطيني كلمته على الأرض، لأننا لن نغادر ولن نرحل عن هذه البلاد وسنقاوم. وها هو شعبنا الفلسطيني بكل قوة يقول أننا ذاهبون في تحدي الولايات المتحدة الأمريكية وتحدي الاحتلال الإسرائيلي، وأننا لن نصغي لأي أحد. من يريد أن يتدخل من العالم فأهلا وسهلا، ولكن على قاعدة واحدة، أن يرفض كل ما يقوله نتنياهو وترامب وأي انتقاص من حقوقنا الفلسطينية. لذلك أختم بالحقوق الكاملة فلسطينيا سواء على المستوى الدولي وسواء على المستوى العربي، كيف بالإمكان أن يعود لهذه القضية ثقلها أمام صفقة قرن؟ فعليا هي خطواتها يبدو أنها متسارعة ومحاولات لتطبيقها فعليا على أرض الواقع أمام اتفاقيات تطبيع يبدو أن القادم قد يكون ضمن المزيد من الانضمام للدول العربية، وأيضا أمام أولويات، يعني العالم هناك أولويات أصبحت يعني تذهب باتجاه بوصلة بعيدة عن القضية العربية الأولى للعرب وهي القضية الفلسطينية، وأيضا عربيا هناك المزيد من الأزمات العربية التي قد تؤثر على أولوية وأهمية القضية الفلسطينية. بالتأكيد أن كل ما يجري لا يمكن أن يؤثر، وكما قال السيد الرئيس محمود عباس بأنه نحن الفلسطينيين لم نفوض أحدا ونحن أصحاب الحق، فبالتالي هذا الحق نحن ندافع عنه. ولكن ما يحزننا في هذه المرحلة هو أن يكون الموقف الأوروبي هو أكثر قوة وصلابة من الموقف العربي. ما يحزننا في هذه المرحلة بأن هناك بعض الأنظمة التي تقف لتتحدث أمام العالم، وفي الاتفاق الأخير ولم يتحدث عن القدس، لم يتحدث عن القدس. من لا يتحدث عن القدس هو بالتأكيد جاهز ليبيع مكة. فبالتأكيد نحن نقول أن لا تراجع ولن يضرنا هذه المواقف، لأننا نقول ونعي ونفهم بأن الشعب الفلسطيني نعم هو حجر الرحى في مقاومة هذا الاحتلال، ولكن أيضا هو مخزونه الاستراتيجي هو كل هذه الجماهير العربية وكل الأمة الإسلامية وأيضا المسيحيين في العالم وكل أحرار العالم. وشهدت الأمم المتحدة هذا الموقف الدولي الكبير، وهناك تغييرات بالتأكيد في المجتمع الدولي هي تصب بأن لا أحد يخرج عن ما يقوله الفلسطينيون، وكان التمثيل الدولي في توقيع الاتفاقيات كان تمثيلا هزيلا جدا لبعض أقزام يروا أنهم سيصبحون كبارا حينما يقفوا جانب هذا الأرعن ترامب. هم أدوات بالنهاية. نعم. كل الشكر لك ضيفي الكريم دكتور عماد الأغا عضو الهيئة القيادية لحركة فتح، هذا الجزء من حلقة البرنامج هذا الأسبوع لم ينتهي، سنستكمل المزيد مشاهدينا الكرام مع زميلي علي الجعبة الذي سيتحدث أكثر عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، المزيد من سبلها وأدواتها وتفعيلها على أرض الواقع. ننتقل إذن إلى الزميل علي. زميلي علي إليك.
أكيد. شكرا لك زميلتنا تغريد، وكل التحية لكل متابعينا كل مشاهدينا في قطاع غزة. ومن غزة أكيد بننتقل معكم للخليل لاستكمال الحديث حول يعني أمور كثيرة، خاصة في ظل يعني الاتفاقيات اللي الكل بيستنكرها حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الإمارات، وإضافة إلى البحرين في رعاية الولايات المتحدة الأمريكية اتفاق التطبيع مع إسرائيل. حاليا كان يعني هناك بعض من الاستنكارات وبعض من الوقفات وبعض من الاستهجان من قبل يعني القوى الوطنية في أرجاء الوطن، سواء كان في غزة أو حتى في الخليل وبقية المحافظات الفلسطينية. رح نتحدث أكثر ورح نستكمل أكثر حول هذا الموضوع بالتحديد مع أخونا الأستاذ فهمي شاهين، عضو مكتب سياسي لحزب الشعب الفلسطيني. بداية أهلا فيك على يعني شاشة فضائية النجاح، ومن غزة للخليل، وأكيد يعني الألم واحد والهم واحد، كله أكيد بيقع على عاتق الجميع أنه نكون في هاي المرحلة الحساسة فعلا قد التحدي اللي موجود. هناك تحدي كبير، ويعني وقع على عاتقكم كقوة وطنية أنه تمشوا في موضوع المقاومة الشعبية بهذا الخصوص بالتحديد، يعني دورها وأهمية تفعيلها حاليا، وهل هناك جدوى من تفعيلها خاصة في هاي المرحلة الحرجة اللي بمر فيها أبناء الشعب الفلسطيني؟ يعني هو أهلا بكم أولا، وتحية لأهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. المقاومة الشعبية هو شكل من أشكال النضال والكفاح المشروع ضد الاحتلال وضد الظلم وضد ممارسات الاحتلال وإرهابه، وهو شكل جرى التوافق الوطني على موضوعة المقاومة الشعبية كونه الشكل الأنسب والممكن في الظرف الراهن الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. وأخيرا جرى ترجمة أو يعني تظهير هذا التوافق الوطني حول المقاومة الشعبية في القرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية، إن كان التي عبر عنها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني أو المركزي، أو فيما بعد قرارات الاجتماع الموسع للقيادة الفلسطينية والأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية كافة. المقاومة الشعبية هو شكل مجرب في تاريخ ومسيرة نضال الشعب الفلسطيني، حقق إنجازات هامة، وكما قلت هو الشكل الممكن الآن في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني. نحن مع كل أشكال المقاومة الشعبية باختصار، وبالتالي نحن نتمنى أن تأتي الوقت المناسب قريبا جدا، بحيث تتهيأ الظروف أن ينخرط كل فئات شعبنا في هذا الشكل من النضال، وأن تتحول المقاومة الشعبية لثقافة يومية وفعل كفاحي يومي ضد الاحتلال. ذلك يتأتى عبر التحالف كفاحي شعبي واسع له استحقاقاته حتى نصل لهذه المرحلة بكل تأكيد. ولكن واضح بالنسبة لموضوع الثقافة، بالنسبة لموضوع المقاومة الشعبية، هناك ضعف قليل وربما غير موجود، خلينا أقول بالنسبة لهذه الثقافة في الشارع الفلسطيني حاليا. أنتم كقوة وطنية حاليا كهناك مشروع قائم نقول لأمريكا ولا إسرائيل، لا للمشروع اللي عماله فعلا بصف القضية الفلسطينية، كيف ممكن أنه يكون يعني هذا الشيء يتبناه كل أبناء الشعب الفلسطيني في ظل واقع ممكن يكون صعب جدا حاليا؟ كيف بنعود نرجع الثقة لأبناء الشعب الفلسطيني للشارع حاليا اللي عماله براقب وبترقب شو ممكن يصير في ممكن الأيام والأشهر والسنوات ربما القادمة؟ في الحقيقة نحن وصلنا بعد كل هذه التجربة المريرة على مدار السنوات الماضية في طريقة إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وموضوعة التسوية السياسية، وصل الأمر إلى الوقت الراهن، وهو وقت تعاظمت فيه المخاطر على القضية الفلسطينية والتحديات الماثلة أمام الشعب الفلسطيني. باختصار ما يجري الآن هو مساعي حميمة على صعيد تقودها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.
الإسرائيلية من أجل تصفية يعني كامل حقوق الشعب الفلسطيني. أمام هذه التحديات أصبح بكل تأكيد مطلوب إعادة النظر في العديد من القضايا التي كانت سائدة في الفترة الماضية، وفي مقدمة هذه القضايا يجب الإغلاق نهائي لموضوع المرحلة ما يسمى بالمرحلة الانتقالية وكافة الاتفاقيات التي نتجت عنها، ويجب تجاوزها بالكامل، وإعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني والاستناد والاعتماد على الطاقات الكفاحية للشعب الفلسطيني من لمقاومة الاحتلال والتخلص من الاحتلال وحماية حقوق الشعب الفلسطيني من مخاطر التصفية. هذا الأمر له استحقاقات، في أولى هذه الاستحقاقات إعادة يعني الاعتبار لترابط نضالات الشعب الفلسطيني ووحدته بالكامل، وفي مركز ذلك إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاقيات المصالحة بدون أي شروط، بدون أي مماطلة، بدون أي تسويف كان، وإلا لا معنى للحديث عن أي إنجازات وأي استحقاقات وطنية أخرى في مواجهة الاحتلال وفي حماية حقوق الشعب الفلسطيني. الأمر أيضا يتطلب استعادة الثقة المفقودة مع الشارع الفلسطيني، مع المواطنين الفلسطينيين. هذا الأمر يتطلب حتى نستعيد هذه الثقة أن يكون هناك خطاب يتميز بصراحة وشفافية من القيادة الفلسطينية اتجاه شعبنا الفلسطيني، أن يتم إعادة النظر بكل السياسات الاجتماعية والاقتصادية وإدارة الشأن العام الفلسطيني، بحيث أنه هذه الإدارة وهذه السياسات تنسجم مع مضمون القرارات السياسية الوطنية، بما في ذلك موضوع تعزيز المقاومة الشعبية، لأنه أبرز يعني جوهر المقاومة الشعبية يتمثل في تعزيز صمود المواطنين على أرضهم. طيب بكل تأكيد وأيضا تخفيف الأعباء القاسية عن المواطنين الفلسطينيين، حتى يعني يكون هناك فرصة يعني جيدة لتوسيع المشاركة الجماهيرية في هذه المقاومة. أنت ذكرت جوهر المقاومة الشعبية، ولكن كثير من الناس والمتابعين حتى المشاهدين بيجهلوا إيش هو جوهر المقاومة الشعبية، أو على إيش بتنص المقاومة الشعبية، أو بناء على إيش بتمشي نظرية المقاومة الشعبية اللي عماله حاليا بتم الحديث عنها بشكل كبير وبشكل واسع في الأراضي الفلسطينية، مش بس في محافظة الخليل أو بقية المحافظات في الضفة الغربية، وإنما أيضا في غزة، وهناك دعم لهذا الموضوع. يعني نتحدث شوي عنها، نتحدث عن تفاصيلها بشكل أوسع. يعني أولا يعني أود التأكيد أن الساحة الرئيسية للكفاح ونضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال هي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، إن كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة المحاصر أو في كافة الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، دون التقليل من أي ساحة فعل وأهمية أي ساحات أخرى. ولكن حتى نكون دقيقين، نعتقد أن رأس الحرب في المواجهة مع الاحتلال في قضية المقاومة الشعبية على وجه التحديد تتمثل في أراضي ومحافظات الضفة الغربية الواقعة كليا تحت الاحتلال، وليس فقط الحصار، والتي تتعرض إلى قيود بالغة القسوة في تفاصيل الحياة اليومية. صحيح. للمواطنين. المقاومة الشعبية مسألة لا تأتي بصورة أوامرية ولا يجري إسقاطها من الأعلى على المواطنين. المواطنين يجب أن يشعروا بقدر عالي من الثقة بالقيادة الفلسطينية، هذا استحقاق لا بد من، هذا يتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات كما قلت. المقاومة الشعبية في جوهرها الأساسي كيف نعزز صمود المواطنين على أرضهم، لأنه موضوع وجود المواطنين الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه هذا جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، هذا أحد القضايا الأساسية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. الأمر يتطلب تعزيز صمود المواطنين، استعادة الثقة معهم، اتباع سياسات تخفف من الأعباء القاسية التي يتحملها المواطنين وأبناء شعبنا عموما، وعلى وجه التحديد الفئات الشعبية، إن كان ذلك ما يتعلق بالضرائب، إن ما يتعلق بالأجور، ما يتعلق في جودة الخدمات، فيما يتعلق في العديد من القضايا التي تتعلق بمعيشة المواطنين وهمومهم اليومية، مثل قضايا الفقر والبطالة وفرص العمل والرسوم الباهظة على
التعليم. هذه قضايا تحتاج إلى علاج لتخفيف الأعباء عن شعبنا الفلسطيني، ويجب حتى في ظل الأزمات التي يمكن أن تواجهها القيادة الفلسطينية أو الحكومة الفلسطينية أو أي سلطة وطنية توكل لها إدارة الشأن العام الفلسطيني، حتى في حالة مواجهة أي أزمات كانت بما في ذلك الأزمة المالية، من الواجب يعني التوزيع العادل للأعباء على كافة فئات الشعب الفلسطيني، وليس دائما إلقائها على عاتق وعلى أكتاف الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود والفقراء فيما يتعلق في هذا الجانب. النقطة الأخرى الثالثة، الأمر يتطلب يعني إيجاد آليات فعلا تمكن الجماهير الفلسطينية من المشاركة بثقة في أي شكل من أشكال المقاومة، وفي المقدمة منها المقاومة الشعبية، وصولا للانتفاضة الشاملة، بحيث أن كل المواطنين يشعروا أن هذا المشروع أو هم جزء من هذا المشروع، هم شركاء في هذا المشروع، وأين اختلفت الأدوار، ولكن يجب أن يشعر المواطن الفلسطيني أنه هو جزء من مشروع الكفاح الوطني والمقاومة الشعبية والانتفاضة. وهذا الأمر يتطلب أن يشعر أيضا المواطن أن القيادة الفلسطينية تشعر بهموم اليومية وتحسب حساب لدوره ولشراكته وتعزيز صموده فيما يتعلق في هذا الجانب، يجب أن تشاركه هذه الهموم. النقطة الرابعة في هذا السياق، نحن نعتقد بأن يعني إنجاح المقاومة الشعبية يتطلب فعلا وحدة في الموقف السياسي، وحدة أيضا في الموقف وفي السلوك الميداني وفي الكفاح الميداني بين كافة الأطراف، وخلال ذلك وقبل ذلك وفي كل المحطات يجب أن يكون هناك حرص دائم ومنهجي على صون كرامة وحقوق المواطنين الفلسطينيين، حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية تماما معا في قضية الدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. طيب يعني ننتقل لموضوع آخر، وهو موضوع مدينة الخليل بالتحديد، الخصوصية اللي موجودة وبتعاني منها. أنت ذكرت أنه في كل مكان هناك احتلال وهناك غطرسة وهناك أيضا ظلم واقع على الشعب الفلسطيني، إحنا في الضفة في احتلال موجود ما حدا بينكره. كيف ممكن أنه كمان أهالي وسكان مدينة ومحافظة الخليل ممكن يسطروا موضوع الصمود حاليا في وجه الاحتلال وفي وجه المخططات اللي عماله بيتم تحضير لها للمحافظة؟ هي بتعتبر من المحافظات الأهم بالنسبة للاحتلال في السيطرة عليها بشكل أو بآخر. يعني الخليل إن كانت مدينة أو محافظة هي جزء من الوطن وجزء من الهم الوطني العام والهم الاجتماعي، في بما في ذلك هي يعني في جزء من مواجهة الاحتلال، وإن تميزت بخصوصية وجود المستوطنين وقسم كبير منها خاضع للسيطرة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ولا إرهاب المستوطنين. يجب أن ندفع للأمام كيف نترجم البرنامج الوطني والمقاومة الشعبية كفعل يومي ضد الاحتلال وعصابات المستوطنين في الخليل أو في كافة الأراضي الفلسطينية. يجب أن يكون المهمة المركزية الآن الماثل أمام الشعب الفلسطيني، ولا يوجد مهمة مركزية أخرى غيرها. المهمة المركزية تجديد وتوسيع وتكثيف النضال ضد الاحتلال من أجل كنس الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، هذه هي القضية الأساسية. على أهمية مخاطر قضية الضم، ولكن الضم هو مرتبط باستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي، ونحن نعتقد في مدينة الخليل أن من الواجب تعزيز المجابهة والمقارعة اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي ومجابهة المستوطنين، وأيضا يعني عدم التعاطي بأي حال من الأحوال مع ما ترتب على الاتفاقيات التي عقدت مع الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك ما يسمى ببروتوكول الخليل سيء الصيت. هذا البروتوكول الذي ألحق أضرار وطنية جسيمة ليس في الخليل لوحده بل أيضا في القضية الوطنية، وبالتالي نحن نرى بأن
في مركز النضال اليومي في الخليل، مقارعة وجود المستوطنين والاحتلال وإجراءاته على الأرض، ويجب في الخليل وفي غير الخليل أن نرفع بشكل جدي وواضح كلفة استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكلفة ممارساته وإرهابه وحصاره أيضا لقطاع غزة. من هنا نحن نؤكد على ضرورة المضي قدما موحدين اتجاه توسيع وتكثيف وتطوير آليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وبكافة مظاهره، بإدارة المدنية، بالمستوطنين، بالاستناد إلى برنامج سياسي واضح قائم على تأمين حق العودة وفق القرار الأممي 194، وحق شعبنا في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق الاعتراف الأممي على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكامل السيادة بما في ذلك وعاصمتها القدس، وأيضا ضمان الحقوق الكاملة لأبناء شعبنا داخل أراضي 48 داخل الخط الأخضر، حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية، حقوق المواطنة والمساواة الكاملة. يعني ختاما الآن، يعني هناك جدول زمني موجود، هل هذا الجدول راح يكون مثلا لفترة محددة وينتهي بالنسبة للقوى الوطنية بالنسبة للمقاومة الشعبية حاليا، ولأنه راح يكون ممتد حاليا مش مثل ما كان ببقية الأيام السابقة بموضوع المقاومة الشعبية بالتحديد؟ هل سيكون هناك استمرارية؟ تم الإعلان عن يوم أسود وكان هناك دعوات، ولكن كان هناك يعني خلينا أقول بالعامية خجل بالنسبة للشارع الفلسطيني بالمشاركة. كيف راح يكون الحشد بالنسبة لكم كقوة وطنية موجودين على أرض الواقع حاليا، يعني نتحدث فيها بالختام، هل راح نشهد فعلا برامج راح تكون مدروسة في ظل كمان يعني صدور قرارات مهمة جدا قبل عدة أيام؟ يعني بحب أؤكد أنه إحنا حتى هذه اللحظة لم نصل إلى المقاومة الشعبية الحقيقية، لم نصل إلى المقاومة الشعبية التي نطمح لها في الأراضي الفلسطينية. ما يجري على مدار السنوات الماضية وما جرى بالأمس هي مجموعة من الفعاليات، سلسلة من الفعاليات منظمة أحيانا ومتفرقة أحيانا أخرى، لا نقلل من أهميتها، ندعمها ومهم السير بها، ولكن ليس هي التعبير الأمثل عن المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية يجب توفير كل المقومات الذاتية والموضوعية للإسراع في نضوجها بمشاركة واسعة من الجماهير الشعبية، ومن خلال تطوير الآليات التي يمكنها أن توسع هذه المشاركة وتستعيد المواطنين الثقة مع المواطنين، تعزز الدور القيادي الميداني في كافة أنحاء الوطن، وتعطي فرصة لإبداعات شعبنا الفلسطيني في مقارعة الاحتلال وتفجر طاقاته. نظريا يعني يجري البحث في هذا الأمر بشكل جدي، هناك إرادة تقديري يعني جادة نظريا حتى هذه اللحظة، هناك غطاء سياسي واضح فيما يتعلق في هذا الموضوع، يجب يعني العمل بشكل يعني مكثف وحثيث وبمثابرة، ولكن دون استعجال أيضا ودون حرق للمراحل أو القفز عن العديد من الاستحقاقات المطلوبة لاستعادة الثقة في الشارع وتوفير يعني البيئة المناسبة لتطوير وتوسيع الانتفاضة الشعبية. يعني يجب الاستمرار في هذا الموضوع ومشاركة الناس يعني في الآليات الأمثل لتطوير مشاركتهم في هذه المقاومة وصولا للانتفاضة الشعبية الشاملة. يجب الوصول لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال ورفع كلفة استمراره، وأيضا إسقاط كل المشاريع التي يراد من خلالها النيل من إرادة شعبنا ومن حقوقه ومن صموده.
بدي اشكرك جزيل الشكر استاذ فهمي، يعني معلومات ان شاء الله بتكون مطبقه على ارض الواقع خلال الايام القادمه، لانه بحاجه انه فعلا تكون موجوده وشامله على ارض الواقع في ظل التهديدات اللي موجوده سواء كانت خارجيه او حتى من قبل الاحتلال الاسرائيلي اللي بيحاول اصلا انه يشغل كل الراي العام في موضوع اسرائيل خارجيا عن طريق التطبيق وعن طريق امور اخرى غير التطبيع. فأشكرك. يعني اسمح لي بس اكد على مساله، يعني نحن لا نقلل من حجم المؤامرات التي يعني يجري الان، يجري السعي من اجل يعني انجاحها من اطراف دوليه واقليميه لتصفيه حقوق الشعب الفلسطيني، ولا نقلل من مخاطر هذا التطبيق المخزي والمدل للعديد من الأنظمة التي قامت بعملية تطبيق مجاني على حساب حقوق وتضحيات الشعب الفلسطيني، وحتى على حساب حقوق وسيادة شعوبها وسيادة دولها. هي خدمة فقط مجانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وللإدارة الأمريكية، هو مهرجان انتخابي. ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن الأساس في مجابهة الاحتلال وإفشال هذه المؤامرات هو صلابة الموقف السياسي الفلسطيني والثبات على هذا الموقف وتصليب الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني من خلال تعزيز وحدته، من خلال استعادة النضال الوطني اليومي لشعبنا الفلسطيني وترابط نضاله. الأمر يتطلب باختصار ثلاثة مسائل: إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كقيادة للشعب الفلسطيني، كجبهة وطنية عريضة للشعب الفلسطيني الذي يعيش في مرحلة تحرر وطني، والتصرف كحركة تحرر وطني بكل معنى الكلمة وبكل ما يتطلب ذلك من استحقاقات. المسألة الأخرى أنه أي مؤسسة، أي حكومة، أي سلطة مكلفة بإدارة حياة المواطنين يجب سياساتها أن تنسجم وتتفق مع مضمون القرارات السياسية الوطنية بما في ذلك السلطة والحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بتعزيز صمود الناس والتخفيف عن أعباهم والكف عن يعني عن سياسة السوق في الاقتصاد الفلسطيني. والمسألة الثالثة هو يعني طي صفحة الانقسام المخزي إلى الأبد وتعزيز الوحدة الوطنية ضمن القواسم المشتركة التي جرى التوافق عليها ويجب تطويرها وتعزيزها وتعميقها، ويجب أن تكون الوحدة الوطنية إن شاء الله حاضرة في كل مكان. شكرا لك أستاذ فهمي، وأكيد شكرا لكم متابعينا ومشاهدينا على حسن المتابعة والمشاهدة. نتمنى لكم دائما أجواء جميلة برفقة شاشة فضائية النجاح، ونتمنى إن شاء الله يعني الازدهار والأمان لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، والقادم بإذن رب العالمين أجمل رغم يعني سوء الحال اللي إحنا بنمر فيها كلنا في كافة أرجاء الوطن سواء كان في قطاع غزة أو حتى في الضفة الغربية. نشوفكم إن شاء الله في لقاءات أخرى قادمة. إلى اللقاء.